عندنا اليوم الحلم المفقود 11. بوم. اوكي يا شباب، كيف حالكم؟ شو مسوين؟ مبطين والله عن الحلم المفقود، لكن رجعنا اليوم. اشوف كثير منكم في جميع مقاطعي حلم مفقود، حلم نزل حلم مفقود، حلم مفقود، حلم مفقود، حلم مفقود. يا شباب تراني ما راح اقطع السلسله باذن الله، كذا في بالقليل في كل اسبوع بنزل حلقه او حلقتين. وايضا شكرا للي شاركوا معي وقالوا انتقل 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 يا ابن الحلال. انا قلت في البدايه انه ما راح انتقل الا لما اجيب بطوله مع الوحده، واحتمال الشيء هذا يصير الان اذا جبت كاس ولي العهد. راح افكر في موضوع الانتقال الان. لكن في واحد من اللي قال انتقل يعني انا عجبني يا اخي صراحه، يعني قال يا احمد لا تنتقل، روح اعاره عشان لا تترك الوطن. انا من يوم ما قرأت التعليق هذا على طول قلت سارعي للمجد والعلياء. مجدي تعجبني الروح الوطنيه فيك يا شيخ، يا شيخ انت احسن واحد فيهم. راح نلعب مع النصر في نهائي كاس ولي العهد. قبل لا نبدا لابد دائما وابدا نطور اللاعب ونزيد من مهاراته، هو قريب يعني بيزيد. اوكي يلا 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 يلا، ممتاز ممتاز. راح نلعب مع النصر. في مشكله، لازم اقرر بعد المباراه هل اني انتقل او لا. يا اخوان العرض راح، ما ادري، خلينا نشوف. خلينا نلعب مباراتنا مع الوحده مع النصر في نهائي كاس ولي العهد، ونحقق حلم طال للوحده 50 سنه، وقاعد تزيل السنوات يا اخوان، قاعد تزيل السنوات، والوحده ما جاب الدوري، والوحده اصلا في الدوري الان الظاهر انه عنده نقطتين او ثلاث، فاحتمال انه يرجع من حيث اتى. اوه خطير خطير. كافو يا حارس. اوه 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 سهلاوي. لا 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 وش هذا؟ ايش قاعد يصير منطقة الجزاء؟ خطيرين النصر، النصر يعني اوكي. يا حكم والله يا حكم ما فيها شيء يا حكم، الله يهديك. صل على النبي، صل قل لا اله الا الله، استغفر ربك ابن الحلال، ما فيها شيء، دخول عادي مره يا اخي. طيب جزاك الله خير يا حكم. اذكر اخر مره اتشبكنا فاول، فخلنا نوقف مع الحارس. والله اني داري، والله اني داري، اقسم بالله انه ما يصدها، والله ما يصدها يا يعني. ها تعال. ايه 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 ها هي هي يا لا اشوف انه محمد حسين احول. لا 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 اشوف حمير كمبيوتر زلايب. اوكي اوكي ها هي كيف يا اخي؟ يا اخي تراك برونزي برونزي حتى قولك 59. ارفع هنا الله يرحم والديك. ها هي ديام ديام ديام. شوت شوت شوت، ما ولا اقدر ادخل المنطقه ولا اقدر اراكض، خاف اراكض يقوم يطلعني مدرب، ما ابي اطلع انا. خلها لي خلها لي خلها لي. روح انت هناك، روح هناك روح هناك روح روح روح. شوت شوت يا اخي، كنت ابغاك تروح هناك بس ما رحت، بس شد عشان كذا طلعني المدرب. الرقع 4-0، شيء متوقع. باقي شوي على انتهاء الانتقالات الشتوية، احتمال كبير انه ما راح يجيني عرض لاني جاني العرض الاول ذاك، فغالبا انا راح ابقى الى نهاية الموسم. زبدة في واحد قال لي اللي هو هذا يقول احمد تراك ضيعت فرصة كبيرة والله انك خسران. اوه طلب من اجلك، طلب من اجلك. مين 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 يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، لقد قبلت مؤخرا عرضا من سبورس، وقد فاوض مدير اعمالك على راتب وقدره 70,000 اسبوعيا، ارجوك ان تؤكد ان كنت تقبل بهذا العرض او كنت ترفضه. انا ودي اطلع والله، انا ودي اطلع، انا ودي اطلع خلاص. يعني عيال بلدك اللي قلت لي يا خوي، اللي قلت لي اقعد في بلدك عشان لا تترك الوطن، يا اخي عيال بلدك يغشونك، يعطونك راتب وبرا يعطونك 70 لا زيادة 700% على راتبك الأساسي، يعني كيف تقبله؟ بالله كيف؟ كيف بالله؟ إيش رأيك في الكلام؟ أنت بالله إيش رأيك في الكلام هذا؟ هنا يعطوني 1000، هناك يعطوني 70، يعني حرام لو ما أروح، خلاص ضاعت البطولات، قبل شوية انهزمنا من نصر وحتى المدرب ما يقدر، مدرب ما يقدر، مدرب طلعني في نص المباراة، طلعني
حط واحد برونزي بدالي. بس الموضوع يبغى له تفكير، انا ما راح استعجل، انا بفكر شوي. شباب، انا قررت اني ما اجلس في النادي، ابى انتقل. نعم خلاص، ما يبي لها كلام، قبول امك حتى. هيا هيا بنا يا بيست احمد. الله في قلبي، وقعنا اخيرا. هل 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 يقول لك لاعب جديد لدعم سبورت؟ ها، اللاعب بيست احمد هو الاحدث في التشكيله، وهو اضافه الواعد الى تشكيله توتنهام الاساسيه هذا العام. في جميع العيون عليه، من السهل ان تتساءل كيف كان الهداف. اهلا بك في الفريق، اهلا بك في نادينا، نامل ان تتاقلم بسرعه وتستمتع بوقتك هنا. مرفق بهذه الرساله رابط ادناه نتوقع منك في هذا الموسم. مدرب الفريق الاول، على عيني وراسي يا مدرب، على عيني. يقول لك ساهم في الاقل بتسجيل 5 اهداف. يا شيخ انا اجيب لك الهدافين حتى لو تبغى. ما فيها لعب هذه، هناك يطلعوني بالنهاية ويخذلوني. الله، شوف 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 كيف لبس سبورس يا اخي، كلام كبير يا اخي. ايه، في واحد قال لي احمد تكفى اشحط الفلينة، اشحط لامها لعيونك الان. اصبر، وين شحط الفلينة؟ طيب ايه، ها كيف شحطناها لك يا ولد؟ زين كذا ممتاز، اعطوني رقم 9 حتى، ها قدروني يا زلايب، يا وحدة اللي يلعب عندكم اصلا. نعم، انا ايش فيني قلبت عليهم؟ مو كانهم هم اللي يعني طلعوني من الان احنا في الدوري الانجليزي يا شيخ، ولا لاعب سعودي تجرأ ان يروح الدوري الانجليزي. تعبانين انتم، تعبانين. طيب نشوف مركز الفريق. مركز الفريق السادس. اوكي، مركز الفريق السادس يبعد عن الاول باكثر من والله كثير. الموسم هذا انا ما وعدكم بشيء، الموسم الجاي باذن الله راح يكون في شيء كلام كبير يعني. هنا طبعا تدريب جديد. اها، طيب ندرب اللاعب، مو مشكله ندرب، نعطيه تدريبات وشغل طيب. اوكي، سوي محاكاة للجميع. نعم، تكفى زيد شوية يا اخي، شوية سير 79. ترى انا جايين سبورس يا تعبان. تختارون التشكيله ندرب من اول ما اجي ولا بتحطون احتياط؟ ها، يقول لك ستكون على مقاعد. تجيب لي يد الكلب. اوكي، لا ما نزعل، تونا جايين. واحد ما يبي يتشرط. اوكي، سوي محاكاه المباراه. وولكر وديمبيلي ولاميلا ومدري مين، هاري كين. طيب اوكي، 2-0 فازوا رياجيل، حتى لو مسوي محاكاة يفوزون يا اخي، مو زي ذوليك الزلايب. خلني اوريكم طاقات الشباب. اوكي، لوريس 88 ممتاز. اها، فورتونغن 83، انتوا عاد تشوفوهم وانا نازل، انا بعدي عليهم. واللي كذا وصل حديثه من الوحدة مقابل 24000، 24000 ها، 24 مليون اقصد، 24 مليون ذي وحدة تشتروا بها لعيبة الدوري السعودي كله. هاري كين 80، يعني لازم انافس هاري كين، لازم انافسه. واقول لك لقد اخترت في التشكيله الافتتاحيه اليوم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بما اننا جينا في دوري جديد حلو، ليش ما نغير البوت وانتم بكرامه؟ البوت يتغير الله يرضى عليكم، بس المشكله ما في بوت زين. هذا جاي مع الطقم. يا سلام، اسبوع شيل الطاقات، شوف الطاقات يا مخيس انتم، يا وحده مكه وحده وقله حياه، جحت امه. بسم الله على بركة الله نبدأ، هذه أول مباراة لنا في الدوري الإنجليزي. تكفى يا كبير. روح 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 روح، ها. الله أكبر. احتفل منه ذا. يا سلام، هي ها السلام. شوف كيف السحبة كذا. يوم جيت أنا مع سبورس، أنا يعني أنا مفترض من زمان يا أحمد، من زمان يا أخي، يا أخي الكريم، تعال من أول معاهم. بوت يسار، شوف 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 شوف
أوبو. لم يتوقعها، لم يتوقعها ابدا. اوكي ها ها يلا سدد. اوه بلنتي حكم، بلنتي والله انا اولت له يا اخي. ايه يلا ها نطقطق انا وياك. يا سلام يا لعيب يا الله الله الله. شوف 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 كيف، شوف كيف يحضرون الكوره، شوف كيف، شوف يا سلام، شوف كيف يا ابوي اللعب، شوف الفرق. دوري السعودي ها 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 يلا يلا الثاني جول. يا سلام يا شيخ. الله الله. شوف 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 هاري كين راحت عليك هاري كين. والله راح اشوف لك نادي ثاني الله يرضى عليك. ان كان والله انت تبغى تلعب تبغى تنجز لا تقعد توتنهام. شوف لك نادي ولا بتصير احتياطي. نعم احتياطي انا يعني ما تجي الا مكاني. اوه خطا دفاعي فادح، خطا دفاعي فادح. الله اوه لا 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 ما الذي تفعله يا ميسي يا 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 ها هو هو يا حلوه يا شيخ. يا سلام يا سلام ها هي 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 اوكي اصنع لك اصنع لك انا. اوه حلوه تعال يا لعيب ها ها ايه. يا سلام اوبا تعال تعال ميلا. يا سلام ها هي لا 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 لا. يا الله ما هذه الطقطقه يا توتنهام. روح روح ها 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 هي ولد 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 جيب لنا الاصابه دوبنا جايين توتنهام. اقسم بالله ترى اي كرت له استاهل كاريخون هذا. ايوان اوكي طلعني مدرب راحه راح عشان ما جيني لا يكون جاتني اصابه. بس صلوا على النبي يا اخوان. لا لا الحمد لله طيب طيب لا طيب طيب ما في مش ما في مشكله. الفوز بجائزه المباراه. يا سلام يا سلام. اوه صرت 79. اخواني اخواني اخواتي الاعزاء خلني اوريكم الدوري راح نلعب مع مباريات اوروبيه. يا سلام يعني يعني راح يكون الموسم طويل مره ما راح يكون فيه لعب. اوكي يا شباب ما عاد بقى بطاريه في الكاميرا فاحتمال انها تطفى وشغله. بما اننا انتقلنا للسبورس راح نبدا بدايه قويه جدا من الحلقه الجايه اللي هي من 12. اوكي ان شاء الله استمتعتوا معنا. تابعوني على حساباتي تحت انستغرام وتويتر ولا تنسوا تعطون زر اللايك وتشتركون في قناتي اللي ما اشترك. اشوفكم على خير في امان الله. يا سلام جول الله.